أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب الاجتماع الرباعي الدولي بشان ليبيا والمنعقد بمقر الجامعة العربية الاتفاق على أهمية الوقوف مع المجلس الرئاسي الليبي لبسط سيطرته على كافة أرجاء البلاد والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشددا على عدم وجود مكان للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي. وتوافقنا على إدانة هذه الهجمات التي شنتها ما تسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي، ودعوة الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية والحفاظ على البنية والمرافق النفطية والسماح باستئناف الترتيبات والآليات التي كانت قائمة لتصدير النفط عبر مؤسسة نفط ليبيا موحدة ومؤهلة للاطلاع بمسؤولياتها على كافة المنشآت النفطية في البلاد. استعرضنا المشهد السياسي الليبي في إعقاب كل هذه الأحداث، وجددنا التزامنا بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والذي يظل يوفر الإطار العام للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة منشودة بين الليبيين.